اليوم يا جدعان هنعمل انترو مميز. اليوم هقول لكم قصه مايك ترانزيشن يا جماعه. اليوم راح احكي لكم قصه حزينه، قصه علاقه غير شرعيه في كود موبايل. نعم القصه يا جماعه انه في عندنا في كود موبايل تصنيف اسمه القناصه. تمام، لو رحنا على الكلاس الخامس وروحنا اسلاح الدي ال كيو وشفنا السنايبرات الموجوده غير الدي ال كيو راح نلاقي انه في سلاح معين اسمه اس في دي. تمام، هذا السلاح مميز بشكله، تمام، يعني حتى سكوبه مختلف، فاهمين علي، في كثير اشياء مميزه، بس واضح انه نتج علاقه تزاوج بين سلاح الاس في دي والدي ال كيو. المهم يا جماعه نتج عن هاي العلاقه سلاح يدعى بالدي في دي، اوكي. هو دي ال كيو بس يعني هيئته لا توحي انه دي ال كيو، واضح انه في حدا من قرايبه اس في دي، فاهمين علي؟ فاليوم بكل بساطه راح نجرب هذا السلاح مع بعض. هذا السلاح نزل في عجله تحط الكيلو، واحنا هندخل جبرا ونجرب سلاح الدي في دي. دي في دي هنجرب السلاح مع بعض ونشوف يعني هل هو مثلا طالع لابوه ولا طالع لامه، الله اعلم. ادخل جبرا وروح شباب بعضنا، وانا بصراحه متحمس اليوم، يعني حتى لو انجلدت وجبت زيرو كل وميت 20 مره هضلني مبسوط. لا تزعلني وما تعمل لايك، ف اعمل لايك وخلينا نضل مبسوطين للابد. واو ليتس جو. ستاند اوف، اوكي ستاند اوف. انا متجمد بصراحه، الواحد اليوم دخل جراند ماستر واحد وراح نصير نقابل هسه بالغالب الجراند ماستر، وانتم عارفين جراند ماستر واحد يعني بضل يعطيك لحد جراند ماستر خمسه، كل اللي وصلوا هنا فتقييماتهم يعني نوعا ما يعني لعبهم يعني جيد، فاهمين علي؟ فراح نقابل هسه تراي هارد، راح نقابل مثابره، ضغطي ممكن يرتفع باي لحظه، نعم، بس راح احاول اتملك اعصابي، زمان مش لاعب بالسنايبر. خصوصا سنايبر زي هيك دي في دي، ايه ده؟ فدعواتكم يا جدعان. هنا عمور، عمور لا يصيب بالمره، اتوقعت انه يعني اشوف عمور عم بيلعب استفيد، وخصوصا انه يعني شفناه بيلعب بهذا الماب. انا من الخوف مش قادر احكي. تمام، انتوا ليش جايين عندي؟ بهدوء بهدوء. دي في دي يتقدم، دي في دي طالع فوق، دي في دي دي في دي دي في دي امشي. ليش اللاعب واقف معاي؟ اوه على العنف، خذ البريديتور هاي، بدنا اثنين حرام. يلا مشي الحال يا جماعه. اوه ماي جاد، لا الو ايش اللي صار؟ خفت مانع التوتر كده. يلا قلب، اوكي اوكي انا مو لاعب قبل هيك سنايبر يا جماعه. لا لا حرام، هذا الراوند تحديدا راح يكون في كثير من العيد، انا مش عم بواجههم اساسا. ايمي اوكي يعني يا دوبك داحل، فاهمين علي؟ بس انه اوكي اوكي لا داعي للقلق، 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 لا داعي للقلق. اوكي اوكي خطفت راسك، اسف، اسمح لي يعني راسك حلو. تركيزي ماخذ يعني مش عارف. اوكي اوكي يا الله، واحد وراي، واحد يمينك، واحد يسارك، تيمي وين انتو؟ موت يا عار، عار يا خسارة. الفيديوهات اللي شفتها لعمور ما جابت اي نتيجة. تعال تعال يا جميل الملامح، انت كائن حشرة. لا مربي حرام، احنا بنتشق يا جدعان. كيف دخل وراي بهاي السرعة؟ طيب ما عارف اتحكم 100%.
وان شوت. الو الو لا اموت كمان. اليس هذا عيبا؟ انا مش متعصب، انا صدقا ما بعرف كيف بلعب. انا صدقا ما بعرف شو بلعب. انا هاي لا سنابر دي في دي. انت جيد بس يعني ايمي سيء، ايمي كثير سيء، ايمي جدا جدا سيء. بالمناسبه يا جماعه يمكن انتم انا عارف انتم شايفيني نوب، بس انا فعليا ما بلعب سنايبر. يعني مش في الوضع الطبيعي مش بستخدم سنايبر. ما بعرف يعني لو انت مثلا تلعب 24 ساعه سنايبر جرب حول الرشاش، راح تعرف قديش انه مستواك سيء في الرشاش. فنفس الفكره بالنسبه لي، بلعبش سنايبر والحمد لله اني قدرت اجيب 20 كل في هذا الجيم، في اول جيم في الجراند ماستر في السنايبر. وشكرك على المشاهدة، بعتذر على التسليك، يمكن يكون مقطع تسليك مش عارف. ولو في حدا منكم محتاج تركيبات الدي في دي فهي امامكم، وبامكانكم كمان تستخدموها على سنايبر دي ال كيو، بس ما بتقدروا تستخدموها على سنايبر الاس في دي. وشكرا لكم على المشاهدة واشوفكم على خير. سلام.